مستجدات بعد ندوة صحفية لهيئة الانتخابات وإسقاط قرارات المحكمة الإدارية. القضاء الإداري يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وعديد التفاصيل الأخرى بعد قليل في هذا الفيديو. قبل منذر زنيدي اللي المحكمة الإدارية قضت بإرجاع لسباق الانتخاب يهبط بيان إلى الرأي العام، قال بعد ما صدر على هيئة الانتخابات مما أسماه هو في البيان بتاعه تزوير للقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بإعلانها عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية القاضية بقبول مطلب ترشح منى وابنة ذي فريق الحملة معناه الانتخابي بتاعه محمد منذر الزنيدي، نعلن رفضنا التام لهذا القرار غير القانوني وعدم الاعتراف به، كما نعلم الرأي العام بأنه لغاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منوبنا في علاقة بالتزكيات، ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال البيان بعد قرارها اليوم أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا بعد أن كانت قد انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها إلى غير ذلك. عبد اللطيف المكي أيضا إدارة حملته الانتخابية هبطت بيان قالت أعلن عاجل نعبر عن استنكارنا الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصدار أو من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادين، وندعو جميع المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات. رئيسة اتحاد القضاة الإداريين تدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل، واستنكرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي اليوم عدم تطبيق هيئة الانتخابات للأحكام البيت الصادرة عن المحكمة الإدارية، وطالبت المباركي رئيس الجمهورية قيس سعيد بوصفه الحامي للدستور وللوطن بالتدخل العاجل وتطبيق القانون حفاظا على السلم الاجتماعي. ووضحت رفقة المباركي في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية ينص على أن الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وقالت المتحدثة أن هيئة الانتخابات قامت بانتهاك جسيم للقانون والقرارات والمبادئ الدستورية لعدم تطبيقها لأحكام بيت صادرة على المحكمة الإدارية. وحول تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر عن تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، أكدت المباركي أنه في ذلك مغالطة للرأي العام حسب تعبيرها، وبينت أنه استند في ذلك إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي اللي تنص على الإعلام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وتغافل على ما ورد في الفقرة التي وردت قبلها والتي تنص على أن قراراتها بيتا وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب حسب تعبيرها. في نفس السياق نطق باسم المحكمة الإدارية يقول هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ الأحكام وقرارها سابقة حسب تعبيره. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوغرة اليوم أن هيئة الانتخابات جهة مدعى عليها ولها الحق في الاطلاع على نسخة الحكم، لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. ينص هذا الفصل على أن الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة على الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وقال في تصريح له أن القرار الصادر عن هيئة الانتخابات يعد سابقة
في تاريخ تعاملها مع المحكمة، ووضح أن الهيئة مقيدة بالتنفيذ وأن سلطتها مقيدة في التنفيذ وليست تقديرية، وأنه شهد في منطوق الحكم تكفي، وقال أن الفصل 25 من القرار عدد 18 ينص على تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشح في قائمة المترشحين أو بشطبه منها حسب تأكيداته. وأبرز أنه المحكمة أعدت نسخ الأحكام وأنه هيئة الانتخابات كانت باش تتوصل بها اليوم، رغم أنه شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي، لكنها لم تنتظر الأجال التي ينص عليها القانون والتي تنتهي يوم غد الأربعاء حسب تأكيداته. يذكر أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قالت، أو مصادر منها قالوا أنه وجهوا مكتوب رسمي للمحكمة الإدارية نهار 30 أوت 2024، طلبت فيه تسليمها الأحكام الصادرة عنها والخاصة بالمترشحين اللي تقدموا بتعون بالاستئناف في قرارات هيئة الانتخابات في أجل أقصاه 48 ساعة. وعلق يعني بعض المصادر على تصريح ناطق رسمي باسم المحكمة الإدارية حول عدم الأخذ بأحكامها، وقال إنه الفصل 47 في الفقرة الأخيرة من القانون الانتخابي ينص على التسليم نسخ الأحكام وليس منطوقها إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، وقال إنه الأجل مرت دون توصل الهيئة بتلك الأحكام رغم قيامها منذ الجمعة الفارط بلفت نظر المحكمة كتابيا إلى ضرورة القيام بذلك، كما أن منطوق الأحكام ليس فيه إذن بالتنفيذ على المسودة كما ينص على ذلك الفصل 47 من القانون الانتخابي حسب المصدر. وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات نظم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثل أحزاب سياسية اليوم أصبح وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مطالبين بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم، معتبرين أن الهيئة يجب أن تقف على المسافة نفسها مع مختلف المترشحين، وفق تصريح منسق ائتلاف صمود حسين الحامي في هذه الوقفة. كذلك نقابة الصحفيين أصدرت بلاغ تستنكر فيه استبعاد وسائل الأعلام من تغطيه النقطة الإعلامية للإعلان عن المترشحين للانتخابات الرئاسية وتوجهها فقط إلى التلفزة الوطنية. واعتبرت النقابة في بيانها أن هذه الممارسات تدخل ضمن خانة الضغط واستغلال التلفزة العمومية لخدمة صورتها، وخطوة لتوجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام ودورها في إنارة الرأي العام حسب البيان.